مسائل المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي كفاءات أردنية. ويسرنا لهذا اليوم استضافة المدام أولينا صاحبة إليسا بوتيك. مدام أولينا يسعد مساكي. مرحبا مدام أولينا، بداية نتعرفينا وتعرفي السادة المشاهدين بنبدأ بسيطة عن حياتك. مرحبتي، اسمي إلينا أولينا، أنا ديزاينر أردنية. أنا حيات هون ممكن من 12 سنة، بس أنا أوكرانية أردنية. والحمد لله يعني حيات بتحب أردن وبتحب كل شيء، والحمد لله يعني حيات هون ممتازة الحمد لله. مدام أولينا، كيف جاءتك فكرة هذا البوتيك ومتى بدأتي فيه؟ أول واحد أنا ديزاينر، أوكي أنا ديزاينر من زمان، أنا درست ماركتينج وبابليك ريليشن في أوكرانيا، وبتجي هون وسوي يعني بيزنس صغير هيك، يعني كله هاند ميد، مودرن هاند ميد، فكرشن لحجابي وبدون حجابي، شو ألبس، شو مودة شو مش مودة، كيف الوانات كيف إشي، وسوي هاي بيزنس صغيرة. بعدين يعني أنا فكر أونلاين كل إشي ما بتروح زيك، أنا بدي ناس بدي يجي بدي أشتري إشي، بدي يجي وشوف، بدي ألبس، بديك أمسك، يعني بدي شوف كيف الوضع، يعني أول أشتر. سو أنا فكر ليش ما يفتح مكان بس مش لا بس أنا، جيبي لي كل ديزاينر، عشان أردن في كتير الحمد لله ديزاينرز ممتازة، كله هاند ميد في أردن ومن برا أردن، من سعودية، من دبي، من أمريكا، من كل إشي. فأنا فكر افتح مكان وأنا أجيب كل ديزاينرز في مكان واحد، من واحد يجي في مكان وأشتر كل إشي، من أكسسوارز لفاشن لشوزات لشنتات، واحد يجي هون وروح برا كله، من راس لتحت، يعني كله ممتاز. يعني مدام أولينا، ما هي المشاكل والمعوقات التي تواجهك في نطاق العمل؟ لا الحمد لله يعني ما في مشاكل، يعني بس شوي صعب، يعني بحكي مع ديزاينرز، بحكي مع سار، بحكي مع سايزات، بحكي مع هاي كل شيء. وين كمان مشاكل؟ اجيب لي ناس عشان مكان جديد، كيف اعمل اكثر ناس في اردن اعرف وين مكان بالضبط، شو ممكن شوف في مكان هاي، بس ان شاء الله عشان جديد، ان شاء الله مع وايت، يعني ان شاء الله كله يروح تمام. مدام أولينا، ما هو سر نجاحك؟ السعر، سعر هون في بوتيك ممكن من 5 دينار ل 250 دينار زي ما بدك، لك اكسسوارز مثلا من 1 دينار، شوزات هلبا كتير براند شوزات 38 دينار مثلا، لألبس من 10 كمان لفوق، فستانات لويدينج أو بارتي دريسس، يعني هاي شوي هالي مش هالي كتير، 150 180 دينار لكل واحد في سعر تمام. مدام أولينا، ما هو سر نجاحك؟ كسرنا عشان كل إشي هون مش واحد ديزاينر، أوكي في كتير ديزاينات، سو كل واحد في إشي ديفرنت، يعني كل واحد بدي يشوف، وكل إشي هاند ميد، كل إشي different from any other boutique. ما بتشوف هاي من أونلاين ولا من وحدي بوتيك تاني هون، هاي بس مكان وحدي وين كل designers under one roof. انت ممكن اجي هون وشوف كل وحدي من 30 designers، هيك انت ما بتشوف لا ولا وحدي تاني مكان. مدام أولينا، كما وتعلمي أن المملكة الأردنية الهاشمية تنعم بمنظومتي نعمة الأمن والأمان، ما رأي حضرتك في هذا الموضوع؟ نعم الحمد لله أردن مش زيك ولا شيء تاني، يعني كانتريس الحمد لله ما في مشكلة، الحمد لله كله تمام وكله مرتاح هون، والحمد لله يعني أنا مبسوطة هون وما في ولا شيء مشكلة الحمد لله. مدام أولينا، كلمة أخيرة بتحبي توجهها عبر فضائيتنا؟ أول شيء يعني أهلا وسهلا لكلكم، وتعالي شوف المكان جديد، ومكان هون برابية، في عمان برابية، في دوار الرابية، محمد صابري تبع ستريت إمارة رقم 8 و فورست فلور، سو أهلا وسهلا، شوفي كل ديزاينات هون موجودة، وكل برندات زيك أتيك، زيك موكاسين، زيك لانا روسي، زيك إيرين مود، كتير ديزاينر، سو أهلا وسهلا فيكي، وأنا مبسوطة إن شاء الله أشوف كل واحد هون، وأهلا وسهلا. أعزائي المشاهدين، وفي نهاية هذا اللقاء نود أن نشكر المدام أولينا على حسن استضافتها لنا. مدام أولينا، يعطيك العافية. والله يعافيك.